السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ياسر الكيلاني، قناة خليكي جاب لتعليم اللغة الإنجليزية. واحنا النهاردة بنراجع الوحدة الثامنة يونت 8 بطريقة الفلاش كاردز. امبارح كنا راجعنا يونت 7 الوحدة السابعة، وفي بعض التعليقات جات لي قالت لي عايزين مساحة أكبر علشان الطفل يلحق يقول الكلمة في آخر الفيديو، لأن أنا بسيب لك آخر الفيديو من غير صوت، أنت بس اللي بتتكلم علشان بابا أو ماما أو أي حد قاعد جنبك يراجع معاك الكلمات. نبدأ النهاردة يونت 8 وهسيب لك يونت 7 كمان معاها بالمساحة اللي انتوا طالبينها. أول كلمة معانا وهو محل بيع الأدوات المكتبية والألعاب اسمه stationery shop. stationery shop. الكلمة التانية معانا وهي البنسل كيس. بنسل كيس اللي هي المقلمة. بعدين معانا اللون الأسود black. black. اللون اللي بعد كده اللون الأزرق blue. blue. الكلمة الثالثة معانا في الألوان red. red اللون الأحمر red. بعدين عندنا scissors. scissors اللي هو المقص scissors. الكلمة اللي بعد كده هي الورق الملون colored paper. colored paper ورق ملون. بعد كده عندنا أقلام الألوان الخشب colored pencils. colored pencils. بعد كده الكراسات notebooks. نوت بوكس كراسات. الألعاب تويز. تويز. الألوان ألوان المية أو الدهانات بينتس. بينتس. الشنطة باج. باج. بعدين عندنا فرش التلوين بينت براشز. بينت براشز. بعد كده عندنا الآلة الحاسبة calculator. calculator. المسطرة ruler. ruler. الكتاب book. book. المكسرات nuts. nuts. البرتقال orange. orange. التين figs. figs. التفاح apples. apples. الموز bananas. bananas. الأرقام numbers. numbers. بعدين هنبتدي نعد. عد معايا 10 20 21. وقلنا كذا مرة مش هنقول 20 علشان المنهج بتاعنا امريكان، مش هننطق التي. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 40 50 60 70 80 90 100 أو 100 100 أو 100. ده فريق هنقول عليه تيم. تيم فريق. دول بيجروا في سباق ريس. ريس. الجيبة سكيرت. سكيرت. كرسي تشير. تشير. ده فصل حجرة فصل دراسي كلاس روم. كلاس روم. دول أطفال children. children. ده جنيه pound، وده عبارة عن coin عملة معدنية. pound جنيه وcoin عملة معدنية. بعد كده عندنا pound برضو جنيه، لكن ده bill عملة ورقية. bill. 5 pounds. 5 pounds. 5 جنيه مكتوب عليها، مفيش داعي ان احنا نكتبها. 5 pounds. 5 جنيه. bells.
بيلز يعني عملة ورقية. بيلز العملة المعدنية. كوينز، كوينز والمفرد كوين، عملات معدنية كوينز. ده جمع بلس، بلس معناها جمع أو زائد. شوز حذاء، شوز والمفرد شو. جاكيت، جاكيت ده تي شيرت، تي شيرت البنطلون. بانتس، بانتس باقة الورد. بانتش، بانتش الصبار. كاكتس، كاكتس دي بتشتري، بتعمل باي، باي فعل بمعنى اشتري. مصر ايجيبت، ومكتوب على الخريطة اهو ايجيبت. الحلوى اسمها سويتس، سويتس وليها اسم تاني اللي هو كاندي. الطعام فود، فود. الملابس كلوذ، كلوذ. المنزل هاوس، هاوس. الزيت اويل، وده درس الصوتيات الفونكس الخاص بيونت 8 بالوحدة الثامنة. اويل صوت الاو مع الاي والاو مع الواي. سويل تربة، سويل. بعدين عندي يشير الى بوينت، بوينت. الولد بوي، بوي. الازاز جلاس، ده الجزء الخاص بالماتيريالز اللي علينا، المواد الخام او المادة عندنا. جلاس ازاز. بعدين عندنا البيبر، بيبر الورق. ميتال، ميتال اللي هو الحاجة المعدنية، معدني. ميتال معدن. البلاستيك، بلاستيك زي ما هو بلاستيك. ده مجمل فيديو النهاردة، وهسيبك مع يونت 7 ويونت 8، هديك مساحة كفاية انك تنطق فيها كل كلمة لوحدك. ما تنساش تعمل لايك، ما تنساش تدعمنا بلايك للفيديو، وتسيب لنا كومنت بطلباتك تأسفل الفيديو. مع تحيات ياسر الكيلاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واسيبك مع الفيديو بدون صوت.
بودكاست.